بص يا معلم، لو انت ما بتحبش الافلام الميوزيكال او الافلام الموسيقيه المليانه اغاني فخليك معايا لحد الاخر، وهقول لك ليه ممكن تراجع نفسك وتتفرج على الفيلم اللي هنتكلم عنه النهارده. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد نصار وده ريفيو جديد، ومعانا النهارده الفيس. فيلم الفيس بياخدنا في رحله في قصه حياه الفيس بيرسلي، واحد من اهم نجوم الروك والبوب في الستينات والسبعينات. يا جماعه الراجل ده كان نجم بطريقه مش طبيعيه، يعني كان مايكل جاكسون زمان. الرحله دي بتبتدي من طفولته وهو لسه بيتعرف على العالم، وبنفهم شويه التركيبه الموسيقيه بتاعته جت منين وصولا الى عز نجوميته ومجده. فيلم الفيس بيبتدي بالكولونيل وهو بيدور على عرض جديد يكون ساحر وممكن يجيب ناس كتير تتفرج، وبيتفاجئ بشاب صغير بيرقص وبيغني بطريقه تختلف تماما عن اي حاجه كانت موجوده ساعتها، وبيقرر ان هو يطلع للعالم الفيس بيرسلي. وبينطلق الفيلم بتاعنا في حياه الفيس من اول طفولته لحد نجوميته. بنتفرج فيها على كل حاجة ألفيس عدى بيها، حاجات بجد مش منطقية، وانصح اي حد ما يعرفش قصة ألفيس ان هو ما يقراهاش قبل ما يخش الفيلم. واحدة من احلى الحاجات الفيلم هي الحقائق الصادمة اللي انت هتعرفها عن حياته، يعني وانت بتتفرج كده تحس اللي هو الكلام ده حصل بجد، يعني هو ينفع يكون حصل معاه كده. وصولا للنص التاني من الفيلم، والفيلم ساعتها بيقرر ان هو يركز على نقطة معينة في حياة ألفيس، ودي ممكن تكون عيب شوية هنتكلم عنها قدام، بس ما تقلقش يعني مش في وسط الدراما هتلاقيهم بيشدوا جيتار وبيرقصوا ويغنوا مرة واحدة، الموضوع مش كده. الفيلم بس بيمبريس مجموعة كبيرة ومتنوعة من اهم اغاني ألفيس على مدار حياته، في مشاهد حقيقية معقدة وكان فيها تحديات كتير قوي من ناحية التنفيذ والتمثيل، والمشاهد دي اتخدمت بمونتاج ساحر بصراحة. الفيلم استخدم كل الترانزيشنز الجديدة اللي ممكن نكون بنشوفها على تيك توك ويوتيوب ومزجها مع الدراما بتاعته عشان يطلع لنا نقلات سموث ما بين التسلسلات كانت غير طبيعية، وخدمت الفيلم في النص الأول بشكل كبير قوي. النص الأول في الفيلم يا جماعة بينط من مرحلة لمرحلة في حياة ألفيس بسهولة غير طبيعية وبشكل ساحر على الشاشة، قاعد بتتفرج كده ومسحور ما بين الأغاني وحلاوة الست ديزاين والترانزيشنز رهيبة والاحداث اللي بجد صادمة في حياة ألفيس. لكن وزي ما قلت وصولا للنص التاني الموضوع بيتغير شوية. اول لما الفيلم بيقرر يركز على نقطة في حياة ألفيس الريتم بيهدى بشكل مش طبيعي، غير ان بصراحة النقطة دي انا مش شايف ان دي كانت احلى نقطة الفيلم يركز عليها، يعني دي اقلهم ابهارا. جماعة الراجل ده بجد عامل حاجات في حياته انتوا مش متخيلين عاملة ازاي، يعني مع الشكل السريالي شوية بتاع الفيلم تسأل نفسك كذا مرة ازاي الكلام ده حصل بجد، او ازاي الراجل ده عدى بالكلام ده. لكن وزي ما قلت في النص التاني الفيلم اختار حاجة يركز عليها، والحاجة دي هدت الريتم بشكل كبير جدا. بقينا ماشيين بالراحة بنتأمل في الأحداث وبنتأمل في المواقف وبنتفرج على ألفيس بعد ما نضج، بقينا ماشيين بالراحة بنتفرج على الأحداث وبنفهم إيه اللي بيحصل بشكل أكبر، بنركز على الموقف والأغاني بقت واخدة راحتها أكتر، بس الترانزيشنز وحركة الكاميرا الحلوة اللي كانت موجودة بتختفي، وده بيقلل حلاوة الأغاني دي وإن كانت سمعيا أو كأغاني غير طبيعية برضه. وده اللي يخلي النص التاني من ألفيس بالنسبة لي ممل شويتين، وتحديدا بالمقارنة بالنص الأول اللي كان خرافي. وده ياخدنا للتمثيل. أوستن باتلر في دور ألفيس عمل أداء غير طبيعي، واضح إن كان في تحديات حركية كتيرة جدا عشان يقدر يأدي الحركات الاستعراضية المعقدة واللي كانت جديدة في وقتها اللي ألفيس كان بيأديها، لكن الأداء الأفضل في الفيلم هيروح بالتأكيد لتوم هانكس في دور الكولونيل. شخصية معقدة وما تعرفش هو بيقول الحقيقة ولا بيكذب، هو كويس ولا وحش، ده غير طبعا إن هو الناريتور بتاع الفيلم، هو اللي بيحكي لنا أحداثه وبنتفرج على الفيلم من بوصلته هو نفسه. من الاخر توم هانكس في الفيلم ده يختلف عن اي توم هانكس ممكن تشوفه قبل كده، ممكن ما يكونش احسن اداء ليه لكنه اداء ريماركبل كده هنفضل فاكرينه لتوم هانكس على طول. الاداءات التمثيليه الباقيه كلها الى حد ما كويسه، ما اعتقدش ان في حد عمل اي اداء وحش او جزعني في اي مشهد من المشاهد، لكن الفيلم برضه لسه فيه عيوب تانية غير الريتم، وهي ان هو طلع الفيس ملائكي بزياده، يعني تم استعراض لحاجات وحشه الفيس عملها، بس زي ما تقول كده الفيلم كان بيستعرض الفيس على انه طفل صغير دايما الناس هي اللي ماشياه وملوش تحكم قوي في قراراته، وده اللي يحسسك كده ان هو يا عيني مجبور على امره وعمره ما عمل اي حاجه وحشه قصد، زي ما يكون طفل صغير انت سبته في اوضه هو قاعد يكسر فيها فانت مالكش حق تزعق، وده تخيل مش احسن حاجه، يعني بيحسسك كده اللي هو الفيس برضه اكيد ما كانش بالطيبه دي. لكن في الاخر ده ما يمنعش ان فيلم الفيس واحد من احسن الافلام الميوزيكال، او تقريبا احسن فيلم ميوزيكال نزل السنه دي لو في اي افلام ميوزيكال تانية نزلت. يعني الفيلم الصوره بتاعته حلوه والكتابه كويسه والتخيل السريالي ليه كان رائع، وطبعا المقارنه الاولى اللي هتيجي في دماغكم مع اي فيلم تاني هيكون بوهيميان رابسودي، ممكن بوهيميان رابسودي يكون ممتع شويه اكتر من الفيس، لكن بالتاكيد الفيس احسن بكتير في كل العناصر التانيه وكل العناصر الفنيه الموجوده في الحياه، وعشان كده الريتنج بتاع الالفيس هو 8 من 10. ولو شفتوه ليه رايكم في الكومنتس، ولو ما شفتوهوش انصحكم جدا ان انتوا تشوفوه لو بتستحملوا الافلام اللي رتمها بيهدى. وفي الاخر عندي سؤال كده، تفتكروا ايه احسن فيلم جسد قصه حياه شخصيه عامه وبالذات لو كانت شخصيه فنيه سواء كان مغني او ممثل؟ ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتس، ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم عشان اجيب لكم افلام تانيه وكده، وبس كده. سلام.